قاعد معه. في واحد من عمان اجى كلمة كذا لقيت على بالشباب كبدوا ولا كباب. عمك كم عمره؟ كبير. والله على انك بس لك اني يطقك. على بالشباب كبدوا ولا كباب. هذا السير اذا كبر ماسك اي شيء عباره ما شاء الله عليه. لو كيف الحال ولا مو بالحال لازم يجيبك عباره عشان الحبايب عشان والله لازم يعطيك عباره يا اخي الله يستر عليك. هذا نايم الشيخ نايم الشيخ مش نايم. والله نايم اي والله فين صدق ما انت تدخل عشان لا تي ولا تروح قاعد لحالك انت كذي تعرف اللي ما يعرف وين رايح يدخل في الطوفه يروح كذي نحتاجك يا اخي نايب. اصلا الشيخ انا لاحظ الشيخ ما يلبس بشتة الا جاب بيقول قرار. لا ما يلبس بشتي الا طال عمرك يضفي على ناس وينقل. بالله شو لاحظت خالد صح ولا لا؟ اليوم صادق صادق انا شفته راقد قال يمكن يجيني حلم يكون انا نايم يجيني قرار ما يوم في وقت النياب فانا نايم اقول انا مقابل بخيت بخيت متغدى انا وياه ونايم ما عليه بشت. فجأة أثر راح بيطلع راح يطلع سجنة أثر راح أخذ لا لا البشت يوم جيت لابس بشت توهم طلع سجنة قل لا إله الله طلعته مساوي البشت البشت كان هني سمعته يتكلم وأنا البشت طال عمرك ما شله يضفي عشان يضفي ويجي وراه الخير. أما أروح كذي بثوبي وش الفائدة؟ طيب هل أنت مع أن يعني تقول أن القرارات هذه ما يجيبها إلا بشت؟ شيخ عاد مو على نفسي أمون على نفسي. هل أنت يعني لو رحت كذا ما راح تقول قرار؟ من؟ أنت؟ أنا أوقف القرية على قدم مساك. طيب ليش تأخذ البشت؟ صدق يعني تخيل فضل كاركتر كاركتر يا أخي كاركتر لازم أنا لبي ولا الله أكبر أعطيتني ويش شيخة قرية وعليكم أنتم الثنين ومن ثمانية وكم؟ الحين 21 اليوم بيطلع واحد بيكون 20. هذا مستعجل يقول شيخ علينا اثنين هم شنو بي شيخ ما يقول قرار لا لازم يلبس بشته وش تبغى رح كذا وش تبي أكثر من كذي رح كذا بدون ما هو ما هو بشيء مربوط شيخ كل ما جاء قرار راح يدور بشته طيب طيب خالد نفرض البشت ضاع يعني ما يقول قرار في قرارات وايدة جاية لكن أنا احتراما وتقديرا لمشاعر الشباب تعرف أمس نومني اليوم برايم بكرة مدري بشوف أنا بنسق مع الشباب إذا ما بخرب على حد ولا أنا عندي أشياء كثيرة لكن عندك توقف البرايم من لا يمدي إني أخره بس قل بشته موجود بشته موجود أحسك بتوقف الحمد لله إن البشته موجود إيه جرب والله خطير بكرة من يدخل البرايم زيادة شيء صديق الظريف جوي نكته يلا نكت عرفت في أشياء وايدة مثلا هذا قلت له أنت ما بتطلع برايم بأمر من الشيخ صدق صدق ولا الكذب؟ لا أنا بصدق صدق خلك ذا أوه ما قال فو الشيخ ذا اللحية إبراهيم الجاي داخل أوف تصريح قوي بالشيخ القريب يا رجال قول خير من عنامك وش نسوي بك؟ تستاهل عاد تحط راسك راس القريب رفع شوي يا أخوي أنت ماسك شيخة القرية إلى متى؟ إلى متى؟ لين يوم الثلاثاء إن شاء الله. إلى متى أنا وحنا على ذا الحالة تجدني للخطأ وأخطي وتسمح لي. نبي قرارات قوية. وش تبغى أكثر من القرارات هذه؟ إيقاف البراي. أوف هذا بسويه أنا. إيقاف البراي. هذا لو والله أنت يا والله لو أنك يا شيخ سعود العتيب مدير القناة. يقدر يوقفها البراي ما هذه آلية انت لا انت وش تاكل انت من شفتك لابس ازرق انا ما مرتحت له عشان يوقفوا مسيرتك الاعلاميه مع الباب هذا من شفته لابس ازرق ما ارتحت لا خيط مسك ازرق خذ له وكل شيء ازرق مطقم ما لك حبر انت خيط بصمه على هذا اوقع لا تخيل ثوبي بخيط اسمع لا في ثغره قانونيه انت ماسك شيخة القريه صح امنع تواجد الشباب في البراي لا تقول الغالي براي والله طالع ارقني يبغى تروح في نشب الاعلام بل الله يعني يوم ما دخلتكم في شره منعونا بقول شيء منعونا من القرارات لا هذه لازم لا قول لا الله انت الحين في مسابقه والداحم صح
إذا أنت ما أنقذت نفسك تتريى غيرك ينقذك لي. طيب شد حيلك رتب أمورك. وش قصدك هذه رسالة العمر؟ قصدي رسالة مبطنة العمر. قصدي إني سكرت كفج الروم وأنتوا ما أنتوا بتاخذون الشر من روسكم ودخلت وأخذت حقهم. هذا معناته كلام أنا مالي شغل حد عام. رسالة العمر. أسمع أسمع أسلم. عمر بن السيد شيء مخوية. ايه كفو خليش انا اعلم لا لا انا بروح الباص انا شيم اسمع انا بخير اسمع انا شيمت ابو ماجد وابو ماجد جاني بعدها وقال والذي نفسي بيده اني لا اشتري بالفريال من البقال فانتوا اذا طلبت مقدمين من جلوشي يبغون يحشرون ما تعرف ما له شغل ما له شغل ما تعرف تحشر ما له شغل انت تقول منعوه ابو ماجد سلام عليكم انت تقول منعوني من الشيخ يا ولد سمع الطاعه الله يطول عمرك اذا انت ذهب شيختك خالد دقيقه وانا معك قلبا وقالبا ووقفت في وجهي كلام اليوم اصبر انت ولا دورنا في رجال بيض الله وجهك بيض الله وجهي وسود الله وجهي كل فتن طيب عمر عمر لكن والله ليتك ما قلت بسالفه البقاله عرفت بيض الله وجهك طيب عمر عمر انا بسالك هذا نايم انت لا تتكلم انا امر من الشيخ اسكت خيط اسع روح روح غير البصمه اسع اسع غير الحبر ذا عليك بقول لك شوف شيك وخايفين عمر انت قلت بلسانك تقول فكونا من اسمع عمر راشد اليوم فارس اسمع عمر انت قلت بلسانك تقول فكونا من القرارات هذه اللي تمنعونا بسالك سؤال بسالك سؤال دليل انك زعلان لا انا اقوله بساله سؤال ممكن انت ما تقولون كلامي بساله سؤال بساله سؤال بسالك سؤال ممكن هات ليش ما عديت فقره الديوانيه فقرة الديوانية؟ ايه شو سبب غيابك وتبديلك؟ ما عجبني الوضع واعتذر ايش الديوانية؟ ذبة ذبة اوه عملنا انت تذكر قاطع على فهد الشراني فهد الشراني مذيع محترم كنا نحبه ونقدره شو تصويت؟ شو تصويت؟ شو تصويت؟ امون امون على ابو سعد كنا فهد الشراني نحبه ونقدره لو سمحت يا امون عليه امون عليه عادمون على ابو سعد يطقطق عليه اصلا انا لو شبهوني في فهد هذا شرف لي ايه الله وليش قاعد تطقطق انت انك تشبهها شكليا مش فعليا يعني انت تطقطق ان ما يطقطق الله يسامحك هو شبهك برجال كفو وانت كفو انا ما شفت ذلك هذا انا اعتذر من هذا المقام لاخونا فهد الشهراني ابو سعد الله عنها بخيت من حليمه لانه صراحه بخيت ترى مالي داعي صح والله مالي داعي لا والله نعم يا اخي تمون علي حتى ولو ما تسوي الحلقات ذي يا هذا عمر هذا لو يقابلك يوم قال انا من على هذا شراي نص حلقه تضحك هذا اللي يضحك اللي يضحك معك الحين عمر عنده حاجه الحين يقول فهد الشراني يعرف اخوه يعرف ابوه يعرف يدخل في الناس يا اخي شوف الحسد شوف الحسد شوف الحسد هذا الشاعر دخل على عالم التقديم هذا اول حسد والله اني احتاجها اودي امقط واحد عرفت لين يعض الارض مسبحتي اول شيء اول تلسل شيء تلسل سفنج بوب هذا رسوم تعرفه سفنج بوب الاصفر ايوه أرك. ايه لا في واحد عنده لونه يتقلب من ابيض لاحمر ايوه عبد العزيز مطلق لا لا تعرف عبد العزيز بقول لك شيء ترى لا لا حدد والله لمست لمسته بس دقيقه احد يلمس خدود لا اوكي شوي لا والله بشوف والله ما والله ما اعصر حلفت الله ما اعصر والله ما بعصر بشوف بسوي شيء لا لا ما في ما في والله عن تغير انا اعرف نفسي من تغير تعرف الحربه اللي تقلب هذه الحربه والله انت الحربه والله انت اشكال غريبه ما قلبت احمر لا هو يجيب احمر يضحك عصاك وينها كمل كمل خلنا اقول لكم شيء لان الحين تقطع اصوات ما سمعت ولا شيء اوه اصحابنا بامانه ايوه خالد الشمراني قاعد كيف ما في تقاطع اصوات خالد تدري ما يقاطع اصوات بس انه اذا سولف من قوه صوته هو ما عاد يسمع اللي جنبه ما عاد تسمع شيء لا اللي جنبه ولا من خالد مفهوم منهم شيء الله يسامحكم ان كنت ضربت ابو عبد الله وضحكته البريئه ووجهه الجميل واسلوبه الراقي والله اللعبه ذيك انها بريئه اللي جرت عليها بيدك أمان أنا سولف بالحين هم اللي سولفوا أنا قصدي تقطع الصوت سولف كذي دائم شوف الهدوء أنا مسكين الشباب هم اللي يتكلم طلع زعم أنا ما أتكلم أيوه هم ذي الحين قاعد يفقع راسي أنا إنسان ما أحب وربي 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 أنا شفتها إذا واحد تكلم الثاني يسكت خالد خالد أعطيه يتكلم يسكت هو أعطيه أنت يا أخي ذبت ما يمشي كذا لازم يبقى خالد أوه تعبت الولد بشويش بشويش خلنا نسلم بشيك يلا تحداكم عجيب والله لك اللي تبيه شفت قطع الصوت الساعة كم؟
ست ورق. ها ما تعتبر من رهيب. ايش تسوي كذا؟ والله اعطيك. يلا اتكلم والله يلا يلا يمين والله ضحك. في الغرفة انا ابغى اسولف تلقاني مثلا انا وخماش قاعد يسولف في موضوع. في موضوع لا 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 دقيقة 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 الناس كلهم نايمين معنا. نقول له اسكت بتشارك اسكت طيب اسكت. يلا بنعطيك اسكت. لا اثبات وجود هذا. هذا فار هذا عدم ثقة في النفس. ايش دخل؟ اللي يرفع صوته ترى عدم ثقة. لغة الصوت لغة وانت؟ نعم. وانت في كفش الروم عدم ثقة في النفس؟ كفش الروم يختلف. اوه هده انت تسقط على عمر وعلى بكير على صالح على نايف. قل لا لا الله الروم تدخل برجلك جميع عدم ثقة في النفس. شوف وين قد جميع القواعد برا. شغل اغنية سيد حالي بيدخل برا فقرة خارج الصندوق. حبيت بطلق افضل مقدم لها من الاخر. خارج الصندوق في راسك خلف الستار هنا. ممكن كلمة انا خبر مش عشان كفش الروم بس انا اعطيك اياها لين تخلص شيختي ولا واحد يدخل لك بشرب. ما تتقلبها تحدي والله انك كفر. والله اني ادخل ما تتحدى خلها بالشيمه. ما حد يدخل. ما حد يدخل الشيمه والقيمه. ما حد يدخل بالهياط حرمني داخل. ما حد يدخل انتهى. هذا قرار من الشيخ. والله انا سويت اليوم عمر والله ما تدخل. قرار من الشيخ اليوم من الشيخ. والله ما تدخل. والله اليوم اني ما ادخل انا ما في. سمعت حتى بكره ليني مثلاً نافذ عليك القرار. من ذا ممكن أتكلم هذا القرار. مثلاً كذا أنا كذا صدق صدق بارد قلوب. شفت شفت كيف شفت شباب يجي يطلع لك الصندوق الأسود. أنت تطلع الصندوق لا خارج الصندوق. طلع الصندوق اللي في قلبك ذا الحين بدل. خلينا نشوفه. أرفع يدي عشان أسولف. الله الأدب عندك يا خالد. أنا بتربي 14 مرة. خيط يتكلم تسمحون يعني. تقهر كذا والله انك تقهر جميل خالد. إيه انا اعطيك خالد والله يقهر مو جميل. اعطيك خمس دقائق في خلال الخمس دقائق هذه اذا ما تكلمت بصوت عالي لك هدية. طيب لكن اذا تكلمت بصوت عالي ورفقا تدخل السجن. يلا سولفوا معه. استويت اليوم شنو فعاليات؟ والله اليوم كان عندنا مطبخ. شلون السجن؟ تعال شوف شو الصوت العالي. حلو سجن حلو. وش بكم تصير كذا؟ خلنا نسمع يا شباب. ليش تقاطع سمعنا؟ من؟ كان واحد متلبسني كذا. والله هذا خالد الشباب. لا لا أنت. لا لا. لو سمحت. أنا مو بخالد الحين. ويوم كلمت محمد أخوي. محمد أخوك؟ صياحك تقول. ما خلاني أنام. ما خلاني أنام. أنا نايم أسمع صياحة وضحكته. شوف نبرة الصوت. أنا بقول أنت ما تستحل وجهك. ترى كل كذا أنا أخو صوتنا عالي مو بن. ما لا ما صدقت. الصوت عالي. إنزين أخوك عليا ذاك اليوم صح؟ إيوه هادي. صوته هادي جنتل. خالد. أسلوبه وتعامله جميل. دواء. لكن أنت منيت والله وغير هذا كله تفتح ثمك وتطلعك ما تستحي. ما عندك وقت إن المزح ودواء. حلو هذا ليك بشيء. شو هي؟ خالد. تفهم أمك. حلو بقى ثلاث دقائق. خالد خالد. هلا. كيف كان السجن اليوم معك؟ جميل. لا لا خطا خطا يا شباب. خطا 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 احكي لنا. لا نبي يرفع صوته. انتم كثير قاعدين تحدون هكذا خطا. خالد صدق خالد 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 اقول خالد اقول اقول للشيء الخاص اللي قلته بالغرفه قبل كم يوم حق الشباب. بروح افتح صندوق الاسود. لا لا خلينا نقول خلينا نقول لا لا يلا خلينا نفتح. خلينا نقول لا لا خلينا نقول بيطلع الشيء الخاص. ها لا مو ما انت فيصل طير. لا لا والله يطلع والله اقول ايش مكتوب. ما شاء الله طلع صوته حلو يا شباب. اقول لا 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 ايش عندك هنا تصيح ولا والله لا بالله تخليه والله نقول في ذمتك في ورقه جوا. اي والله لحد رمز وفي رمز. ها لا خلاص فكر صح انا صايح ما اقدر ما اقدر انا نبرت. اعطني 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 الطبقه عندي خفيفه مره صايح. لا صايح صايح يا خالد شمراني ورب البيت ورب صايح شكو ارفع صوتي. والذي نفسي بيدها في ورقه. افتح في شوفك. والذي نفسي بيدها في ورقه. الله يقلبك تصيح ولا لا ها صايح. انا شا... انا انا فاتح الصندوق قبل شوي يا الحين يلا يلا مشينا مشينا ما كمل والله يلا يلا يا لا زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي.